طيب استكمالا للبايثون للنمباي عفوا، راح تلاقي انه انت عندك في السلايد مجموعه من الاكسرسايزز انه انت ممكن انه انت تجربها بنفسك. يعني على سبيل المثال هنا انه عندك هي اري 3 دايمنشنال اري، انه انت عفوا 2 دايمنشنال اري مكونه من 3 صفوف، تمام؟ فانت ممكن انه انت تعمل سلايسنج. السلايسنج هذا انه بورجي لك انه يعني اذا بدك المساحه هذه، تمام؟ هنا معناها انه من البدايه لغايه الاندكس 2، وهنا من الاندكس 1 ل 3. فبالتالي هنا انه انت بتجيب الصف الاول والثاني باستخدام هاي، تمام؟ وهنا من 1 ل 3، معنى ذلك انه انت عندك بدك العمود الاندكس تبعه 1 والاندكس 2 بهذا الشكل. فبالتالي انه بيعرض لك انه انت كيف بدك تاخذ جزء من المصفوفه، يعني ممكن تتمرن عليها بهذا الشكل. هذا بس مجرد انه تعريف الريز واجراء عليها بعض العمليات اوريدي اخذناها. راح تلاقي هنا في عندك بعض الدوال، مثلا المين، يعني هذه انه اوريدي شرحناها بهذا الشكل. في عندك دالة الكليب، دالة الكليب ممكن انه انت تشوف ايش انه هي بتسوي، ترجع للدوكيومنتيشن تحكي انه نمباي، ورجي لك كليب تديها منه ماكس، تمام؟ عادة انه في الدوكيومنتيشن بدي لك شرح هنا، فانت بتدي له الاري او بتستدعي الاري دوت كليب مباشرة، بتدي له الاي من والاي ماكس بهذا الشكل. فبالتالي هنا بروح بيعمل كليب، يعني ليميت للفاليوز اللي موجودة في الاري. فبالتالي انه given an interval الفاليو اللي خارج الانترفال هذه بيصير لها كليبينج، تمام؟ وبتصير انه هي انت يعني inside the edge. معنى ذلك انه انت لا بعمل كليبنج بغير قيم. يعني انت على سبيل المثال انت تخيل انه انت عندك الاي من حطيتها 3 والاي ماكس حطيتها 7، وانت عندك في عنصر من عناصر المصفوفة لك كان 1، واحد بروح بيرفعه للمن، وكان العشرة بروح بينزله للماكس، فبالتالي بروح بعمل كليبنج من الطرفين، يعني تمام. فهي equivalent لهذه الدالة، ولكن أنا بحكي لك إنه هي faster، اللي هي المينيموم إنه أنت بتدي له الأي ماكس زي هيك بهذا الشكل، تمام؟ في عندك دالة الـ where الـ NB dot where، تمام؟ هذه مفيدة جدا. يعني على سبيل المثال قلت لك إنه أنا بدي إياك على مصفوفة معينة تعمل لي حساب معين، ولكن انه بناء على شرط. فبدل ما انت تلف عليهم وتقول اف و الس، لا، فممكن انه انت تعمل الان بي دوت وير. فهنا انت بتدي له الكونديشن انه اذا كان العنصر لا يساوي صفر، تمام، طبق عليه انه غير العنصر هذا انه راح يصير 1 على ايه. واذا كان بيساوي صفر، يعني هذا اذا كان ترو، واذا كان فولس خليه زي ما هو. فلاحظ هنا انه حاطط ايه، خليه زي ما هو. اذا كان ترو معنى ذلك انه غير لي اياه انه بده يصير 1 على الفاليو. فهنا في الان بي دوت وير كمان مره، بدل ما انت تعمل لوب مش مباشره باستخدام، يعني في سطر واحد، بدل ما انت تعمل لوب وتعمل كونديشن اف والس، فبالتالي هنا انت بتحط الكونديشن ان بي دوت وير. فهنا انه هذه الفاليو اذا راح تتطبق اذا كانت انه العنصر هذا بينطبق عليه هذا الشرط. معنى ذلك انه انت تخيل عندك مصفوفه 2 في 3 او 6 في 5، بروح بلف على كل عنصر عنصر بفحصه هل هو اكبر او هل هو لا يساوي صفر. اذا كان ما بيساوي صفر بروح بقسم 1 على القيمه هذه، تمام؟ كان بيساوي صفر خليه زي ما هو. فبالتالي انه هنا بالضبط، هنا اذا كان ترو بنفذ هذه هذا الجزء، وإذا كان فولس بنفذ هذا الجزء. فبالتالي ممكن إنه بالضبط، حط أي شرط أنت بدك إياه. يعني ممكن أنا أجي أقول لك إنه المصفوفة هذه إذا كان القيمة بين كذا وكذا، فبالتالي أنت ممكن تحط الكونديشن وتحط أند إنه أكبر من كذا وأقل من كذا، تمام؟ اجمع لي إياه مع 5، غير هيك تسويش ولا إشي، خلي القيمة زي ما هي مثلا. كيف؟ لا لا بتتغير مباشرة. صحيح.
في عندك الـ nb.copy، هذه مهمة جدا. يعني انه عادة انه انت لما تعمل arrays، تمام، حط هاي، حط عرفت الـ a، تمام، هاي عرفت الـ a بتساوي nb.array واعطيتها بهذا الشكل، حكيت انه b بتساوي الـ a، تمام، والـ c بتساوي nb.copy الـ a. فبالتالي انت عندك الـ c هي نسخة من الـ b، من الـ a عفوا، والبي برضو انه انت خليتها بتساوي الاي. فحكيت ايش الاختلاف بين هذول الاثنين، ايش الاختلاف بين البي والسي؟ اي تعديل في الاي راح تقدر انه انت تشوفه في البي، واي تعديل في البي راح ينعكس على الاي، لانه الاثنين بيأشروا على نفس المكان في الذاكرة. ولكن السي هي عبارة عن مكان مختلف في الذاكرة، فبالتالي انه اي تعديل انت بتعمله على اي، تمام، مش راح انه ينعكس على سيف. وهذه مفيدة، بالضبط، مفيدة جدا لما بدك تاخذ مثلا سامبل من البيانات وتجري عليها بعض التعديلات، فبدل ما انه تجري على البيانات الاصلية، لا، البيانات الاصلية بدي اخليها untouched زي ما هي، تاخذ السامبل بتطبق، تاخذ منها كوبي بتطبق اللي بدك اياه، بتزود وبتنقص وبتطرح، فبالتالي انه في متغير جديد انت عندك في الذاكرة. إيه بس يعني، فأنت عندك هنا مجموعة من التمارين، حاول إنه أنت تحلها، يعني إنه كإكسرسايزز يعني موجودة أنت عندك في السلايد. أوكي، هاي الوير، تمام. هجيت أنا عندي الـ A، إيش هي هاي، تمام. هجيت أنا بدي أحكي إنه NB دوت وير، او بحط الاري نفسها، ال a dot where، تمام، وبحط هنا انه الشرط انه اذا كان العنصر، حكيت اذا كان العنصر على سبيل المثال اقل من 10، تمام، ايش بدي اسوي؟ a زائد 1، زود لي عليه 1 إذا كان أقل من 10، غير هيك نقص منه 1 أو نقص منه 2، A ناقص 2، تمام؟ فبالتالي إنه المصفوفة هذه إيش بتتوقع إنه النتيجة عندك؟ فهنا NB، هنا بدي له R المصفوفة، ما دام المصفوفة هذه بدي أعرفها، فهنا تطلع إنه 70 مش أصغر من 10، هي أكبر من 10، فبالتالي إيش طرح منها؟ 2 صارت 68، 36 صارت 64، 34، 90 صارت 88، وهكذا، تمام؟ شوف القيم صغيرة، 3 هنا إيش صارت؟ 4، شو كمان؟ الصفر هذا إيش صار؟ 1، وهذا الصفر صار 1، والثلاثة هاي صارت 4، أوكي؟ فبالتالي إنه هي الـ NB دوت وير، تمام. ليست ايش؟ نفس الفكرة بالضبط، يعني نفس الفكرة، بس لا، هذه أسهل بكثير، ما أنت عندك يعني بس، لا، مش حكاية انه من غير اند اف، من غير ما انت تكتب، يعني انه انت تيجي تضطر انه انت مثلا انه انت تقول انه يعني طبق لي عناصر الليستة، تمام، يعني هاي خليني اعمل لك هذا الكلام على بي، تمام. اجيت هنا انت بدك تيجي تقول انه، تمام، انه انا ايش بدي اعمل؟ اعمل لي ليست، والليست هذه عبارة عن بي زائد واحد فور بي ان، او مثلا x زائد 1 for x in b. فبالتالي انت الفور ستيتمنت اضطريت انه انت تكتبها جوات الليسته انت عندك، وبدك تضيف عليها شرط، بتضيف في شويه كومبلكسيتي انت عندك في الكلام. فبالتالي هنا انه زي هيك بدي اضيف عليها شرط، فبده يصير انه f x، بدنا نزود عليها اذا كانت هم كلهم اوكي اقل من 10، فبالتالي انه حيتزود على 9 بس، تمام. فبالتالي
هنا طلع عنصر واحد لأنه أنا عندي true بس بينطبق على التسعة، تمام؟ بالضبط. فبالتالي أنت بدك تحط إنه else خلي لي إياها زي ما هو، تمام؟ فبدك لسه تضيف إنه else هنا إنه خلي لي إياها زي ما هي، إنه هي راح تكون إنه هي عبارة عن x. يبقى هنا بدك تقول else كيف؟ بقبلش ال else كيف؟ تمام. فهاي انه اكس زائد واحد اف اكس اقل من 10 الس اكس فور اكس ان بي، هذا بالنسبه لك ريدابل اكثر ولا ان بي دوت وير؟ ولسه لما تكون انت عندك الليست تو دايمنشنال، يعني تعقيد انه انت تعمل لوب عليها وتكتب فور جواتها، فلا هذه انه نمباي اسهل بكثير. اي اوبريشن بالنمباي حتلاقيها اسهل بكثير، سواء كانت مين ماكس، يعني كل الشغلات هذه انه يعني اوريدي انه امبلمنتد وبيلت ان في النمباي. ايش يعني بتقبل شرطين؟ انه قصدك الاند؟ طبعا. استنى وين الان بي دوت وير؟ طيب تمام. ايش بدك الشرط الثاني؟ اند اصغر من 10 واكبر من ثلاثة ايه خمسين. اذا كانت الاي بين الثلاثة والخمسين فهذه ممكن تعملها بالاند يعني بالمناسبة، تمام؟ فأعمل هذا الكلام. إيه، أوكي. اند نايس. برضه انه هو مش قادر انه هو، فبالتالي انا بقول لك انه الستيتمنت هذه امبيجوس بالنسبه له. فلا بس بدها شروط انه سيمبل يعني، فبالتالي انه نرجع للشرط طبعا اذا كان A اقل من 10. نعم. الكليب صحيح أن يعني أنت عندك الـ A دوت كليب، ممكن تختار وأدي له هنا المين والماكس، تمام. خلينا نشوف شكل الـ A في الأول عشان نشوف نقارن إنه بعد الكليب كيف. فالكليب أنا عندي القيم، خلينا نقول إنه في عندي قيم فوق، خلينا نقول 60 الماكس، والمينيموم قديش؟ والمينيموم 10، فبالتالي بقول 10 و 60، تمام؟ بالضبط. فبالتالي هنا لا 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 مش بعمل كليبنج. ايش الكليبنج؟ انه القيم هذه اذا خارج الرينج بحطها ضمن الرينج. فهنا افحص ال 70 اكبر من الماكس، لا بروح بقى اعمل لي اياها كليبنج وحط لي اياها ماكس 70. 36 زي ما هي ضمن الرينج بين بين ال 10 وال 60. ماشي. ليش صارت 60؟ صار لها كليبنج. بالضبط. انا بدي القيم انه تكون الرينج تبعها
انه الحد الادنى كذا والحد، فاي قيم خارج الرينج قرب لي اياها، غير القيمه تبعتها، حطها على حسب بالضبط. فانت انه هذه اكبر من الماكس، فبالتالي نزل لي اياها على حسب الماكس فاليو 60. تمام، لاحظ انه الثلاثه هنا خارج الرينج ايش رفعها؟ رفعها للعشرة. فاللي خارج، اللي اقل من الرينج برفع لك اياها للمن، واللي فوق الرينج بنزل لك اياها للماكس. تمام. اوكي طيب، حقيت ايش بدي اياك تسوي الان؟ بدي اياك انه تفتح عندي على الجيت هاب، طبعا الرابط موجود انت اوريدي عندك، ف هذا هو المستودع. اوكي، فجيت المستودع هنا راح تلاقي انت عندك هنا نوت بوك. بالمناسبة انت بدل ما تقعد انه انت تنزل المستودع عندك كملف مضغوط، ايش بتسوي؟ بتروح ب open with GitHub desktop، بتنزل الجيت هاب desktop، وبتصير انه كل ما يصير في عندك update بتروح تنزل الابديتس الجديدة. تمام، يعني انت بتصير تتعامل مع برنامج زي هيك، انه انت يعني انه هي انا عندي تحديثات جديده بروح بضيفها على المستودع، انه انت عندك تحديثات على المستودع بدك تجيبها عندك، ايش بدك تسوي؟ بتضغط على هذا الزر انه اعمل لي فيتش لاحدث نسخه، لانه المستودع بغيره انا بعد كل محاضره. تمام، فبعد ما انت تفتح هذا، انا بدي اياك بس تطلع على النوت بوك هنا من على الويب، لانه انا بدي اياك تشوف النتائج تبعته وتطبق انت عندك عملي. تمام، فهي النوت بوك. تمام، وبدي اياك تفتح لي على السنترال تندنسي. تمام، حياخد معك شوية وقت لما يفتح، يفترض انه هي بيفتح معك زي هيك. حتلاقي انه انا عامل لك نوت بوك فيه انه حاطط لك بعض النوتس وبعض الكود انه اللي انت ممكن انه انت تطبقه. هلقيت الكود هذا؟ تمام، انا ليش طلبت منك انه انت تفتحه زي هيك؟ في بعض الكود انت ممكن تكتبه بسهولة، في بعض الكود الثاني بدل ما تقعد تكتب كل هدول بس بتنسخهم زي هيك وبتحطهم عندك وبتجرب ايش يعني انه ايش النتيجة. فاحنا ارجع هنا على النوت بوكس، هاي المستودع الرئيسي، بتروح على نوت بوكس وبتروح على سنترال تندنسي. تمام، تفتحها زي هيك وبتبدا انه تنسخ اكواد من عندي عشان انه انت تجرب وتطبق عملي. فهجيت انا هفتح المستودع من عندي النوت بوك من عندي من هنا. تمام، هبدا لك من البدايه. تمام، هجيت الاحصاء الوصفي بدنا نشوف كيف بدنا نعمله عبر النمباي بشكل سريع، بس عشان انت تعرف اهميه انه انت تتعامل مع النمباي، لانه تعامل معها كليست عاديه مش راح يزبط معك. تمام، هجيت ايش الاختلاف؟ احنا عندنا، احنا حنستخدم دالة الستاتيستكس لانه فيها بعض الدوال اللي احنا ممكن نستخدمها، دالة الماث. تمام، ودالة النمباي هذه جديدة بالنسبة لي. تمام، هدلك حنيجي في حينه حرف متغيرين، فانت هدول انسخهم عندك. تمام، بعد ما تستخدم الامبورت انت عندك انسخ هدول المتغيرين. المتغير الاول اكس مكون من مجموعة من الارقام 8 1 2 ونص 4 28، والمتغير الثاني اسمه اكس ود نان. النان احنا عندنا هنا انه نت نمبر، النان اختصار لنت نمبر، وهذه شائعه جدا عندك في علم البيانات، لانه في الحقيقه البيانات فيها قيم مفقوده كثير، فيها ميسنج فاليو كثير. البيانات اللي احنا بنتعامل معها في العالم، يعني في عالم البزنس، انه كلها فيها مشاكل، واكثر المشاكل الشائعه انه هي بيكون فيها قيم مفقوده missing number. فكيف بيتم تمثيلها؟ انا عندي انه في فاليو، والفاليو هذه ما ينفعش انه انت تحطها صفر، لانه الصفر تعني قيمه. تمام، فانت بتقول انه هذا not a number، انه في يعني انه 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 هنا العنصر هذا مكانه، بديش اقول فاضي، لانه في يعني not a number. فبالتالي ايش التمثيل تبعه؟ دائما نستخدم الماث دوت نان. وحتلاقي برضه في النمباي حتلاقي النان برضه انه هي معرفه بشكل مسبق يعني. تمام، فانا عندي نفس الاري.
8 1 2 ونص، في انا عندي زياده هذا الماث 2 والاربعه وال 28. بدنا نشوف كيف انه بده يتعامل لما بدي اجي احسب المتوسط للاكس والمتوسط للاكس دوت 2 الاكس و2، انه راح كيف راح تكون النتائج. تمام، هاي قيمة الاكس بدك تشوفها، هاي قيمة الاكس ودنان برضو عشان انه انت تشوف احنا عرفناها هنا ماث دوت نان، فهنا طبع لك اياها في النتائج انه نان. تمام، فهلقيت بده يثبت لك او بده يورجي لك انه الان بي دوت نان، لانه زي ما حكينا انه في نان في النمباي وفي نان في الماث، فبالتالي انه استخدم الماث از نان، هذه عبارة عن دالة موجودة بلت ان في مكتبة الماث، بتفحص لك انه هذا الباراميتر هل هو نت نمبر ولا لا، ايش مرر له الان بي دوت نان، فبالتالي انه هو بفحص انه هو هل هو نت نمبر ولا لا، فطلع له ترو. معنى ذلك شو بنستنتج؟ انه الماث دوت نان هي نفسها النمباي دوت نان بالضبط. تمام، وايش كمان؟ انه الماث دوت نان هي نفسها النمباي دوت نان، لانه احنا استخدمنا نفس الاشي. تمام، واذا انت يعني زعجاك هذه انا ممكن افصل لك اياها يعني في خانتين منفصلتين، فهذه انه انا بعمل لك اياها اكسكيوشن، فبالتالي خليني اعمل لك هنا اكسكيوشن للسيلز so far. هنا عندك execution execute above sales، فبالتالي بنفذ كلهم. تمام، كل السيلز اللي فوق، فهذه انا فصلتها واحط لك اياها هنا، وهنا حطيت لك اياها بس انا كنت حاططهم في سطر واحد يعني، بس انه هنا ريدابل اكثر. معنى ذلك انه الماث دوت نان هي الان بي دوت نان، والان بي دوت نان هي الماث دوت نان، فبالتالي الاثنان نفس الشيء. ولما انت تيجي تعرضهم لو بدك تعمل برنت الاكس واثنان هذه الاري، ايش حيطلع لك هنا؟ نعم، خلاص شغله صارت معروفه انت بالنسبه لك، ما تقولش انه قيمه فاضيه نت نمبر، خلاص سمي الاشياء بمسمياتها، هذه عباره عن نت نمبر. تمام، هلقيت ايش هي؟ وين ما ظهرتش عندك؟ طيب المتوسط، ايش المتوسط؟ مجموع على العدد. تمام، فانت ممكن تستخدم البيلت ان بايثون فانكشن السم للاكس واللين تبع الاكس. تمام، بيطلع لك هنا المين انت عندك 7.8. تمام، وممكن انه انت تجيب المين بدل ما انت تجيب المجموع على العدد، ممكن انه انت تجيبه في داله المين الموجوده في الاستاتستكس، فبالتالي الاستاتستكس دوت مين وبتدي له الاكس بيطلع لك انت عندك 7.8. تمام، حكيت اللي انا بدي اياك انه انت تعمله، بدي اياك تشوف لي اللين تبع الاكس ودنان. وبدنا نشوف اللين تبع الاكس مختلف ولا مش مختلف؟ بالضبط، لانه هو بيعتبر لك انه في عنصر زياده، بيعتبر لك انه في عنصر زيادة. طيب
طيب لا لا، بيطلع انت عندك المتوسط نان، بحط لك اياه. لما تيجي تقول انه المين اكس ود نان، تمام، بيجيب لك اياه نان. كيف؟ كيف بده يجمع نان مش مع، قادر اتخطاها يعني. يعني انه خليني اشوف، يعني هاي، يعني هاي الصم تبع الاكس. المشكلة مش في اللين، اللين اوكي مختلفين، تمام. الصم هنا 43، طب الصم للنان للاكس ود نان. اي حاجة فيها نان مش هنشوف يعني. تتننن. كيف؟ أو نستخدم النمباي، السحر تبعنا، تمام؟ فبالتالي هنا دالة الاستاتستكس اللي بدي أوصل لك إياها، أنت في دالة الاستاتستكس في عندك المين، هيها تقدر إنه أنت تحسبها، وفي عندك الأف مين، إنه هو عبارة عن فاستر ألترناتيف للمين، واللي دائما بترجع لفلوتينج بوينت، تمام؟ فبالتالي المين والاف مين في مكتبة الاستاتستكس دائما بترجع لك المتوسط، في واحدة أسرع منهم من الثانية، وإنه دائما إنه بتركز على الفلوتينج بوينت، بس كلاهما لا تستطيع التعامل مع النان. من الذي يستطيع التعامل مع النان؟ إنها النمباي، تمام؟ فهنا أنا ممكن أجيب المين تبع الإكس باستخدام ان بي دوت مين، تمام؟ وممكن إنه نان مين، في عندي في النمباي دالة اسمها نان مين، انه اكس ود نان جاب لي، فبالتالي حكى الكلام اللي انت حكيته، انه انت بدك تستثني القيم، وهو منطق يعني انه انت تستثني القيم النان في الجمع وتستثنيها برضه في العدد، يعني انت لما تيجي تقسم تقسم على 5 مش على 6. اوكي، نيجي للويتد مين. في واحد في الشقة هذه ذكر الويتد مين قبل هيك، انت تمام هكيد، انت عندك مجموعة من القيم، هذه الاكس هي نفس القيم السابقة، تمام؟ هلقيت كل قيمة بدي أدي لها ويت، تمام؟ هلقيت كل قيمة بدي أدي لها ويت، الثمانية بدي أدي لها ويت 0.1، الواحد 0.2، 2.5، 3، 4، 25 و28، 25 بعد الفاصلة يعني، 28، 15 بعد الفاصلة. فبالتالي أنت لو بدك تعمل له إمبلمنتيشن بإيدك بتستخدم نفس الاسلوب اللي انتو حكيته فيه، اللي هو الكومبريهنشن، انه انت بتكتب الكلام هذا كله في سطر واحد، تمام؟ انه انت بتروح بتضرب كل متغير في الويت تبعه، والناتج هو اللي بتحسبه انت عندك في المتوسط، وبتقسم انت عندك، يعني بيطلع انت عندك الويتد مين بهذا الشكل يعني. فبالتالي المعادلة تبعته انه بهذا الشكل. حكيت انت لازم تلاحظ انت عندك السم تبع الدبليو ايش بده يكون، ايش لازم يكون مجموع الويتس، لازم يكون واحد، لانه هذه انا ما عملت لهاش اكسكيوت، فهنا انه لازم يكون انه واحد بهذا الشكل. اوكي، ف ممكن انه انت تستخدمها في دالة الزد اي بي، مرت عليكم دالة الزد اي بي برضه، يعني انت ممكن تستخدمها بهذا الشكل، تمام. هذا الويتد مين. في عندك حاجة اسمها الهارمونيك مين. مين ايش الهارمونيك مين؟ انه انت بتحاول انه يعني في الداتا سيت تبعتك، انه هي المعادلة تبعته اللي هي الان على الصميشن الاي واحد على اكس اي، وانت عندك الاي هي واحد اثنين ثلاثة لغاية الان هي عدد البيانات اللي عندك بهذا الشكل.
تمام. فبالتالي الهارمونيك مين انت بدك تيجي تعمل له امبلمنت، فبالتالي هو حيكون اللين على السم، تمام، السميشن هيو السم واحد على كل عنصر ايتم فور ايتم ان اكس، بيطلع انت عندك الهارمونيك مين بهذا الشكل. ممكن تستخدم داله الاستاتستكس بدل ما تغلب حالك، خلاص استخدمها جاهزه في داله الاستاتستكس واستخدم الهارمونيك مين وادي له المتغير اكس، تمام. كيف ال الهارمونيك مين يعني زي كأنه بيحسب لك، لا لا مش 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 متوسط، يعني زي كأنه انه انت بتحسب التماثل تبع البيانات باستخدام الهارمونيك مين، فعشان هيك انه هو زي بيكون انه العكس تبع المين، لانه انت عندك اللين على الصم، هذاك انه الصم على المين، هذا الهارمونيك مين بيكون المقلوب تبعه. بالضبط بالضبط. صم واحد على الاكس، صم واحد على الاكس. الجيومتريك، ايش الجيومتريك؟ الهندسي، متوسط الهندسي. طبعا هذا بيكون فيه له استخدامات يعني معينه، يعني بتلاقي في بعض الخوارزميات بقول لك انه انا بدي استخدم الهارمونيك مين، في بعض الخوارزميات الثانيه بتقول لك انه انا بدي استخدم الجيومتريك مين. فبالتالي هنا بيقول لك انه بدل ما انه المعادله تبعته هنا انه هي عباره عن، هي عباره عن انه انت تاخذ المضروب تبع الاكس اي وبتحطه تحت الجذر، تمام. فبالتالي هو الانث روت برودكت لكل الاليمنت انت عندك الاكس اي، فبالتالي انه المضروب، المضروب الاي روت برودكت، اوكي. فبالتالي انه يعني ممكن انه يعني بدل ما نعمل امبلمنتيشن لهذه ممكن نستخدم الجيومتريك مين، فبتطلع لنا عند القيمه بهذا الشكل، تمام. الميديان برضه في داله الاستاتستكس، لاحظ انه داله الاستاتستكس فيها القيم هذه كلها، فيها انواع المين المختلفه، انا عندي الجيومتريك والهارمونيك والويتد مين وكل الامور هذه كلها. فهنا انت برضه ممكن انه انت تطلع الميديان، والميديان اوريدي شرحناه يعني مش حنرجع نشرحه مره ثانيه. فبالتالي انه الليست اكس هي المين تبعها، والمود انا عندي، هاي عندك مجموعه من القيم لستة، تمام. ممكن انه تستخدم داله الاستاتستكس statistics دوت مود تدي له اليو، بيطلع انت عندك اثنين، القيمه الاكثر تكرارا هي فعلا انت عندك اثنين، تمام. لو بدك تعمل امبلمنت لهذا الكلام بالليست كومبريهنشن، فممكن انه تعمل لوب وتعمل كاونت لكل عنصر وتروح تختار الماكس. يعني هنا انا عملت الكاونت، انا عندي الثمانية كم مرة مكررة؟ مرة واحدة. الاثنين كررة مرتين، ثلاثة كررة مرة واحدة، الاثناش مرة واحدة. مين الماكس انا عندي في اول عنصر هنا؟ الواحد ولا الاثنين ولا الواحد ولا الواحد؟ الاثنين. فبالتالي انه بجيب الماكس اول عنصر فيها، فبالتالي بيطلع انا عندي اثنين بهذا الشكل. في انت عندك المود وفي عندك المالتي مود، في عندك المود وفي عندك المالتي مود، تمام. لاحظ انه هذه الليستة قديش عدد العناصر تبعها، فخليني انه انا انفذها، اوكي، وعشان اجيب اللين تبعها هذه سبعة، تمام. فبالتالي انه انت ممكن انه انت تاخذ القيمه اللي في المنتصف 12، وممكن انه انت تاخذ مالتي مود، انه تاخذ اكثر من مود انت عندك اللي هو بالضبط انه 12 و15، اوكي.
المنطق الرياضي للمتركين وسط الرسالة اللي قاعدة كل مسألة تجمع عدد العناصر تقسمها على الكل في سنس وما فيش سنس رياضي، يعني في سنس حسب التطبيق. يعني في الرياضيات انه انا بقول لك انه انا مثلا بدي اجي انه احسب متوسط، والمتوسط هذا قد يكون انه احط معادله خاصه في انا احسب فيها المتوسط مش المجموع على العدد. بدي اعمل معادله احطها تحت الجذر مش عارف ابصر ايش وبعدين اقسم على العدد مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه هذا بيكون في له سنس رياضي. يعني على سبيل المثال في الايرور عادة انه بيتم تطبيق حاجة اسمها sum of squared error، تمام؟ هجيت الايرور بربعه، ليش بربعه؟ ايش السنس في هذا الموضوع؟ تمام؟ هجيت انت عندك الايرور اذا كان الايرور عبارة عن فراكشن وانت ربعت الفراكشن بصغر، فبالتالي على حسب وين انت يعني ايش اللي بدك تستخدم. فبالتالي انت انا بدي السم اوف سكويرد ايرور، انا بدي اجيب الافرج للسم اوف سكويرد ايرور واللي هو يعتبر مين. فوكأنه انا مش جبت المجموع على العدد، انه انا ربعت وبعدين جبت المجموع. فبالتالي انه السنس تبعه انا بدي القيم تبعت المتوسط لانه هذا ايرور بدي اياه انه هو يصغر. مش منطق انه انا يعني اجمع ايرور يطلع انا عندي الايرور كبير فبدي انه الايرور انا عندي صغير. بالضبط، يعني حسب التطبيق. بالضبط. اوكي طيب هجيت الجزء الثاني انه احنا ممكن نشتغل على ايش؟ على الفاريابيليتي. تمام، خلينا نتوقف هنا والفاريابيليتي نشتغل عليها المحاضرة الجاية. فبالتالي انت عندك هي الاكواد وعندك بدي اياك تتمرن شوية على النمباي، تمام؟ وبدي تطبق معي أكثر في المحاضرة الجاية إن شاء الله، تمام؟ يعطيكم العافية.